هنبدأ شغال ان شاء الله النهارده بال الريستريكتيف لانج ديزيز. واحنا من البدايه اصلا خالص اتكلمنا عن الفروق ما بين الاوبستراكتيف والريستريكتيف. قلنا اوبستراكتيف يعني السده الرئويه والريستريكتيف يعني التبخير الرئوي. الاوبستراكتيف كانت مشكله امتى داخل اللانج بسبب الاكسترا اير انكريز الريزيدوال اير بسبب الاوبستراكشن اللي موجود. قلنا ان البيشنت مشاكله كلها في الاكسبايريشن ان هو مش قادر يخرج الاكسترا اير او الريزيدوال اير الزايد اللي عنده. وقلنا ان ده هدفنا الاول في الثيرابي ان انا قبل ما ده زي ما كنا بنتكلم في العملي قلنا قبل ما نبتدي نستخدم السبيراتري ماسل تريننج والانسنتيف سبيرومتر. يعني الفكره ان انا قبل ما انا اخد الديب انسبيريشن انتبه انك تخرج الاكسترا اير انتبه انك تخرج الاكسبيراتري ريزيرف فوليوم ان انت دايما تدي البيشنت انستراكشن ان هو ايه قبل ما ياخد الديب انسبيريشن يعمل ايه سلولي برولونجد اكسبيريشن عشان يخرج كل الاير اللي في اللنج تمام. ويقوم لو متر بيجي ياخد ديب انسبيريشن ياخد التايدر فوليوم والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. لكن انت لو ما خرجتش كل الاير انت لسه الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم موجود فمش هتقدر تاخد الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. واضحه الجزئيه دي يا شباب؟ زي ما شرحنا في العملي لما كنا بنقول ازاي نستخدم الايه الانسنتيف سبيرومتر. الريستريكتيف لانج ديزيز الوضع مختلف. الوضع انت عندك تقييد رئوي يعني اللانج دي مقيده والتقييد ده يا اما انترا بالمونري يا اما من داخل اللانج بالمونري يا اما تقييد من الاكسترا بالمونري يعني من خارج اللانج. يا اما انا عندي باثولوجي انترا بالمونري داخل اللانج عندي تيومر عندي بالمونر وديما عندي نمونيا عندي لانج ابسس اللي هو كل ده بينزل لنا بتاعه وبيوصلنا للفايبروزيس. ده انترا بالمونر اللانج مش قادره تاخد الكومبليت اكسبانشن بتاعها مش قادره تنفليت كومبليتلي بسبب ايه؟ بسبب الفايبروزيس اللي موجود او بسبب التيشوز اللي موجود. يا اما اكسترا بالمونري خارج اللنج يا اما في البلورة الساك بلورة الافيوجن مانع التمدد بتاع اللنج او نيوموثوركس هواء برضه مانع التمدد او على الثراسك كيج نفسه زي سكوليوزيس او الكيفوزيس اورثوبيديك بروبلم او حاجه في الابدومن زي الاوبيستي تمام. بتنهبت الايه الديسندنج اوف ذا فراجم ديورنج الانسبيريشن ده احنا بنعتبره اكسترا بالمونري فوسفو فور ريستريكتيف لانج ديزيز. صح معانا؟ تمام ماشي يا شباب. يبقى اذا الانترا بالمونري او الاكسترا بالمونري دي كوزس للايه للريستريكتيف لانج ديزيز. اللانج مش قادره تاخد الاكسبانشن بتاعها اثناء الانسبيريشن. يبقى اذا مشكله البيشنت ان هو في الانسبيريشن ان هو مش قادر ياخد كومبليت ديب انسبيريشن كومبليت ديب انسبيريشن بسبب المانع اللي هو يا اما جاي من داخل اللنج يا اما جاي من ايه؟ من خارج اللنج. وفي النهايه بنوصل لنفس المحصله ان اللنج مش بتاكسباند كويس. يبقى انت هنا لما تيجي تحط البرنامج بتاعك لازم تبقى النقطة دي واضحة في دماغك بشكل كويس جدا عشان تبتدي تتعامل معاه. ماشي يا شباب؟ يعني ده الموضوع باختصار شديد بس عشان تبقى انت عندك جايد لاين ماشي عليها من البداية. طيب سريع فوق. دي أنواع الريستريكتيف لانج ديزيز. يعني احنا عندنا النمونيا زي ما قلنا انترا بالمونري. عندنا البلورا ديفيوجن اكسترا بالمونري في البلورا الساك والانفايما والنيوموثوركس
respiratory distress syndrome اللي هو حاجة شبه النمونيا كده intrapulmonary والفايبروزنج الفيولايتس اللي هو الايه اللارج فايبروز. يبقى اذا الانواع او الديزيزز اللي هي بتندرج تحت ريستريكت لانج ديزيز يا اما انترابالمونري يا اما اكسترابالمونري. بنضيف لدول الديفورميتيز اللي موجوده في الثوراسيك كيج سواء كايفوزس او كايفوسكوليوزس، وبنضيف لهم كمان الاوبيستي. يا شباب الناس اللي هم عندهم ماسف اوبيستي او موربت اوبيستي بنعاملهم بالظبط زي الناس اللي هم ريستريكت بلاند ديزيز بالظبط. تمام. يبقى ريستريكت بلاند ديزيز اهو يا جماعه ريستريكت بالمونري ديس اوردر كاركترايزد باي انابيليتي ظلام تو اكسبان فولي وقال ريزلت اوف اكسترا بالمونري او انترابالمونري ديزيز او ريستريكشن. واحنا شرحنا الانواع يعني في تعبير اخر ان البيشنت هاز ديفيكالتي سليبنج ان ديب بريث. هو مشكلته كلها انه مش قادر ياخد ديب انسبيريشن لان اللنج مقيده يا اما من الداخل يا اما من الخارج. ده باختصار شديد. الباثولوجي بينتج على زي ما قلنا ان البالمونري فانكشن بتتاثر از ريزلت اوف بالمونري. لما اقول بالمونري هو انترا بالمونري يا شباب، يعني لو قلت بالمونري يبقى انت تفهم ان انا بقول ايه انترا بالمونري او اكسترا بالمونري. هينتج عن ذلك ايه كباثولوجي ان اللاين كومبلاينس يعني يا جماعه يعني المرونه. لانج كومبلاينس يعني مرونه اللانج نفسها، المرونه نفسها بتقل. وبيحصل انفلاميشن. والاند ريزلت الانفلاميشن والكونجيشن اللي هو الفايبروزس. تمام؟ يبقى اذا بيحصل انفلاميشن بيحصل كونجيشن وفايبروزس. وفي النهايه بنلاقي البيشنت ده عنده هايبوكس. وهنا لازم تفرق ما بين الهايبوكسيا بتاعه السي او بي دي والهايبوكسيا بتاعه الريستريكتف لانج ديزيز. الاثنين عندهم هايبوكسيا بس سبب الهايبوكسيا هنا غير سبب الهايبوكسيا هنا. سبب الهايبوكسيا في الريستريكتف لانج ديزيز هو يا جماعه ايه؟ احنا بنقول عندنا ريزيدوال ان كتير وده مقلل لنا الاريا اوف جاز اكسشينج. تمام. ومأثر على الايه الفنتيليشن بالفيوجن ريشيو والبيشنت بيدخل في الهايبوكسيا. طبعا ضيف على ذلك بقى الريسبيراتوري ستريس والكلام. لكن الهايبوكسيا اللي في الريستريكتف لانج ديزيز هنا يا جماعه بسبب الايه؟ بسبب الايه؟ الديكريز اللانج انفليشن او ديكريز اللانج اكسبانشن. يبقى لازم تفهم الفرق هنا سبب الهايبوكسيا في الاوبستراكتيف والهايبوكسيا في الايه في الريستريكتيف يا جماعه كالتريتشر ديزيز. ده بالظبط شكل اللنج الريستريكتد والنورمال. زي ما احنا بنقول في الريستريكتيف لنج ديزيز كل الفوليومز والكباسيتيز بتقل. كل الفوليومز والكباسيتيز بتقل. بتلاقي الفوليوم قليل سبايراتوري ريزيرف فوليوم انسبيراتوري ريزيرف فوليوم ريزيدوال فوليومز وينتج عن ذلك الفايتال كاباسيتي والتوتال لانج كاباسيتي. يعني كل الفوليومز والكاباسيتيز في ريستريكتف لانج ديزيز هي كلها ايه؟ ديكريز. تمام؟ طبعا حتى هنا بس لو انت ركزت في الكلام اللي هو الجانب الصغير ده هنقول حتى لها علاقه بالجراحه عشان ايه؟ لما احنا كنا بنتكلم في الناس اللي خارجين من الكارديو ثوراتيك سيرجي الكارديو ثوراتيك سيرجي او حتى في الجنرال سيرجي، حتى لو واحد عامل سيرجري في الابدو، لو واحد عامل سيرجري في الثوراتيك كيج
احنا بنعتبره لحد لما يفر ونتعامل معاه كايه؟ كريستريكتف لانج ديزيز. ليه يا جماعه؟ لان هنا اللانج اكسبانشن بيتنهبت بسبب الايه؟ السيوتشر وبسبب الايه؟ بسبب البين الانسيدر يعني والبين. فاذا اي عيان بوست اوبرتيف بشكل عام اي عيان بوست اوبرتيف سواء في الثوراكس او في الابدومين بنعتبره يا جماعه ريستريكتف لانج ديزيز وبنتعامل معاه كريستريكتف لانج ديزيز. يعني حضرتك لو اشتغلت في وحده جراحه عامه او بتشتغل في وحده الكارديوثوراتيك سيرجري انت عيان البوست اوبرتيف بالنسبه لك هو ريستريكتف لانج ديزيز لحين لما البين يقل والسيوتشرز يبتدي يحصل له هيلينج. تمام؟ فالنقطه دي شباب تبقى واقفه معايا. هندخل في اول سب تايتل من الريستريكتف لانج ديزيز وهو الكومن وهو الاشهر اللي هو النمونيا الالتهاب الرئوي. والنمونيا يا شباب هو اكيوت انفلاميشن اوف لانج تيشو اند الفيلاي اند اير ويز. بيحصل اكيوت انفلاميشن. الانفلاميشن ده بيحصل ليه يا شباب؟ بسبب انهاليشن اوف اورجانيزم. الاورجانيزم ده ايه؟ بكتيريا. تمام؟ البيشنت في اي مكان مزدحم او اي مستشفى يبتدي ياخد ينهيل الاورجانيزم زي ما لسه في ممثل الاسبوع اللي فات اسمه فايق عزب، معرفش تعرفوه ولا لا. كان عنده جلطه واتحجز الاسبوع اللي فات واتحجز في معهد ناصر واخد ميرسا. الميرسا ده نوع من يعني من البكتيريا الشرسه اللي بتسبب نمونيا. وهو دلوقتي في مستشفى العجوزه ربنا يشفيه ويعافيه عنده نمونيا بسبب الانهاليشن اوف ايه؟ اوف ميرسا. تمام؟ فده حاجه يعني لسه الاسبوع اللي فات حاصله. البيشنت دول احنا بنسميه يا جماعه كوميونتي اكوايرد نمونيا. كوميونتي اكوايرد نمونيا يعني ايه؟ نمونيا بسبب الايه؟ الكوميونتي. يا اما بسبب مدرج زي ده يا اما وبس. هو طبعا كومن اللي بتبقى مستشفيات وكومن اللي بتبقى في الاي سي يو في الرعايات. والميرسا ديت من 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 اشرس انواع البكتيريا ربنا يعافينا جميعا. فيا شباب فتبقى فاهمين ان البيشنت اللي هو بينهيل الاورجانيزم اللي هو بيسبب بقى الانفلاميشن والكونديشن وكل ده. تمام؟ احنا كفيزيوثيرابي ما بتبداش تتعامل مع البيشنت في فتره الاكيوت انفلاميشن او بسبب الاكيوت اونست. ليه؟ لان البيشنت في الفتره ديت بيبقى عنده كل ساين وسيمتومز اوف ايه؟ اكيوت انفلاميشن. بيبقى عنده هوتنس وريدنس وانفلاميشن يعني بيبقى سخن وبيبقى عنده اريتابيلتي وبيبقى عنده بين. تمام؟ بالظبط يا جماعه بالظبط كده شبه بالظبط الاعراض بتاع كوفيد 19 اللي هي في البدايه اللي هي السخونه. تمام؟ والالام الشديده في الجسم وممكن نلاقي في البدايه دراي كاف وبعد كده بيبقى في ريلاكتف كاف. فانت في الفتره دي مش بتتعامل مع البيشنت. امتى بتتعامل مع البيشنت؟ لما الانفلاميشن يبتدي ايه؟ يسبسايد، يبتدي الانفلاميشن يبتدي ايه؟ يقل. تمام؟ انت كفيزيوثيرابي دورنا ايه؟ احنا عندنا برونكو سباس عايزين نبتدي نتعامل معاه. عندنا سكريشن. عندنا ريستريكتد لانج عايزين نعمل لها كومبليت انفليشن او اكسبانشن. وعندنا اكسرسايز انتولرانس. بيشنت مجهوده قليل وبينها خطوات عايزين نزود الاكسرسايز تولرانس بتاعه. يبقى دي الاهداف بتاعتنا. نرجع للنمونيا وتصنيفاتها. النمونيا ممكن تتصنف اناتوميكال يا شباب يعني حسب الاريا اللي هي موجود فيها. يعني لو موجوده في لوب مثلا بنسميها لوبا نمونيا او لوبيولر نمونيا. تمام؟ او ممكن تتصنف على حسب الاورجانيزم زي ما قلت لكم. يا اما يكون مثلا الميرسا يا اما نيوموكوكاس يا اما ستافيلوكوكاس. دي انواع الاورجانيزم او انواع البكتيريا اللي ممكن تسبب النمونيا. فبنقول ستافيلوكوكاس نمونيا.
أو نيوموكوكس نيمونيا. تمام؟ يبقى دي تصنيفها على حسب الإيه؟ الأورجانيزم، يا إما يا إما تتصنف على حسب الأناتومي لوبر أنوميا آسف نيمونيا، أو يا إما تتصنف على حسب الإيه؟ الأورجانيزم، يا إما تتصنف على حسب زي ما قلت لكم مكان الإنفكشن اللي هي بتبقى بنسميها إيه؟ كوميونيتي أكوايرد نيمونيا، كوميونيتي أكوايرد نيمونيا زي اللي جت للإيه؟ للأستاذ فايق عزب اللي انا لسه حكيت لكم قصته دلوقتي شفاه الله. تمام؟ فدي اسمها ايه؟ كوميونتي اكوايرز نيمونيا. اللي بيتحكم في الكلينيكال فيتشرز وفي كل حاجه هي مكان الاصابه. يعني اللي بيتحكم في البروجنوتس بتاعك هو ايه؟ السايت اوف فيجن، يعني المكان الاناتوميكال، والنوع الاورجانيزم نفسه. الاثنين دول هم اللي بيحكموا لك البروجنوزس بتاع الحاله. اذا كانت الحاله هتتحسن معاك بسرعه وتبقى كويسه، او هتتلخبط زي ما هنشوف قدام ان شاء الله. لحد كده في اي مشاكل يا شباب؟ واضح الدنيا؟ دكتور، النمونيا بتحصل ازاي؟ يعني في بكتيريا داخل؟ ما احنا قلنا بيحصل انهاليشن اوف اورجانيزم. تمام، بعد كده يبتدي بقى تدخل الاورجانيزم يبتدي يشتغل بقى يعمل الانفلاميشن والبروكيشن. زي البروكيشن بس. زي البروكيشن بس. الانفلاميشن نفسه بيعمل البروكيشن بس. اي انفلاميشن بيعمل سبيسيك. احنا بنقول البرونكاي، البرونكاي يا شباب كاناتومي مش كلها كارتليج. البرونكاي كده ده كارتليج والحته دي ايه؟ سموث ماسل. لما بيبقى فيه انفلاميشن هنا يبتدي السموث ماسل دي كونتراكت فتبتدي تعمل لك البرونكس بس. واضح؟ واضح يا شباب؟ يا جماعه الانسيدنس في الكوميونتي اكواز نيمونيا، وعلى فكره الكوميونتي اكواز نيمونيا الموست كومن، الموست كومن اللي بيحصل هو الكوميونتي اكواز نيمونيا. زي ما قلت لكم ان بيحصل انهاليشن للدروبليت كونتيننج سبيسيفيك مايكرو اورجانيزم، وبيبتدي جهاز المناعه ما بيقدرش يتعامل معاه. ما هو احنا ممكن على فكره يا شباب ممكن اي حد ينهيل اورجانيزم ويبتدي جهاز المناعه يخلص عليه ويخلص وما يحسش ان حصل حاجه، زي ما ناس مثلا بيجي لها كوفيد 19 وتعدي بسلام وهو نفسه ما بيشعرش اصلا ان هو عنده اساسا كوفيد 19، ما عندوش اعراض. ليه يا شباب؟ لان الاميون سيستم قوي وبيتعامل مع الفيروس دهوت. تمام؟ وما بيديلوش فرصه ان هو يعمل الانفلاميشنز ويبتدي يشتغل في الجسم. لكن اللي بيحصل في النمونيا ان الجهاز المناعه ما بيقدرش اوفر كم، يعني الديفنس ميكانيزم بيبقى الفيروس قوي اقوى من الديفنس ميكانيزم الاميون سيستم في الجسم، بيبتدي يفرض نفسه ويسيطر. تمام؟ فالانسان بيستنشق الاورجانيزم، وطبعا الديفنس ميكانيزم ما بيبقاش قادر ان هو يظبط، فبتبتدي تحصل الاعراض. انواع الاورجانيزم زي ما قلت لكم، في عندنا ستريبتوكوكس نيمونيا، وعندنا مايكوبلازما او مايكوبلازمك نيمونيا، ده برضه نوع. الستريبتوكوكس والستافيلوكوكس بيصيبوا معظم الايه سواء اطفال او كبار. المايكوبلازما بيصيب كومنلي الاضل. تمام؟ دي كلها يا جماعه انواع الاورجانيزم. طب بنعرف الاورجانيزم ده من خلال ايه يا جماعه؟ من خلال السنسيتيفيتي كالتشر، من خلال تحليل السبيوتم نفسه. وعلى فكره دي ستيبس مهمه جدا في العلاج علشان نبتدي نستهدف الاورجانيزم نفسه بالانتي بيوتيك المناسب ليه. لان في ناس لما ما بتاخدش الانتي بيوتيك السيوتبل للاورجانيزم ما بيشتغلش عليه، وبالتالي يفضل البيشنت في نفس الايه؟ في نفس الانفلاميشن. عندنا الانفلونزا والبارا انفلونزا، وطبعا دي بتبقى دايما جماعه في الاطفال وفي الالدرلي، في الكبار وفي الاطفال. ليه يا جماعه؟ لان جهاز المناعه بيبقى مش مظبوط في حالات الايه مع الاطفال، ودايما عشان احنا دايما بالذات
بننصح دايما الاطفال وكبار السن ان هم يبتدوا ياخدوا الايه ياخدوا الايه الفاكسين او الايه او الماسك، علشان احنا عندنا عارفين ان جهاز المناعه مش شغال بشكل كويس عند الاطفال وكبار السن. ماشي. الهيموفيلس انفلونزا، وده نوع من الانفلونزا اللي هو احنا بنسميه الانفلونزا المستديمه، اللي هو بيبقى دايما كومن عند الناس اللي عندهم سي او دي والكرونيك برونكايتس. دايما الناس اللي عندهم كرونيك برونكايتس دايما عنده دايما تلاقي من الوقت للتاني يجي له انفلونزا، دايما يجي له انفلونزا من الوقت للتاني، بسبب برضه ان هو اوريدي عنده دايما الانفلاميشنز موجوده والبروكوسبازم دايما موجود والسكريشنز دايما موجود. فبيبقى بيئه مناسبه، بيئه مناسبه لنمو اي فيروس او اي ايه اورجانيزم بكتيريال اورجانيزم. الاستافيلوكوكس برضو ده برضو من الحاجات الكومن قوي زي الاستريبتوكوكس بالظبط، يعني هما دايما الكومن او الانواع كل دي اسماء اورجانيزم يا شباب. الكليبسيليا نمونيا، الكليبسيليا نمونيا ده برضو يا جماعه نوع اسمه جرثومه برضو، الكليبسيليا ده اسمه جرثومه برضو، فدي كلها اسماء اورجانيزم بتسبب النمونيا. طبعا الانفلونزا بتسبب نمونيا ازاي؟ لما تبقى كومبليكيتد، يعني لما تبقى الانفلونزا تستمر فتره طويله تمام والانفلاميشن يستمر بسبب ضعف جهاز المناعه، يبتدي تقلب الانفلونزا زي ما بيحصل بالظبط في كوفيد 19. كوفيد 19 ده فيروس فايرال انفكشن مش بكتيريال انفكشن، لكنه ازاي بيقلب نمونيا؟ لما يبقى الديفنس ميكانيزم يعني الميون سيستم ضعيف والانفلاميشنز يبتدي تسيطر جامد ويبتدي يحصل جروس للبكتيريا، بقى البكتيريا تبتدي تنمو ويبتدي يدخل البيشنت في الايه في النمونيا. وهي دي مشاكل الكوفيد او مشاكل الانفلونزا بشكل عام، ان الفيرال انفكشن تتحول ليه يا جماعه؟ لبكتيريال انفكشن. اللي بيحصل في كوفيد 19 ان الفيرال انفكشن بيتحول لايه؟ للبكتيريال انفكشن بسبب ضعف ايه جهاز المناعه، وبيبتدي يحصل جروث للبكتيريا ويبتدي يبتدي يحصل انفيجن للايه؟ يبتدي يهاجم اللنج نفسها وتحصل النمونيا. يبقى الاند ريزلت للكوفيد هو النمونيا، والاند ريزلت لاي انفلونزا كومبليكيتد هو ايه؟ النمونيا. تمام؟ الفيرال انفكشن لما بيبقى كومبليكيتد يتحول لبكتيريال انفكشن زي ما بيحصل في الكوفيد 19 بالظبط. الكوفيد 19 هو فيرال انفكشن تمام، ونتيجه الميون سيستم يبتدي يتحول ليه؟ يحصل جروس للبكتيريا ويتحول لبكتيريال انفكشن، ويبقى في عندنا ايه؟ الاند ريزلت هو ايه؟ هو النمونيا يا شباب، اللي هو الالتهاب الرئوي. البريديسبوزنج فاكتور اهو كومن في الوينتر وفي السبريد، ودايما الاوفر كراودنج اريا الاماكن المزدحمه هي البيئه المناسبه لانتشار اي فيروس او اي بكتيريا. الاوفر كراودنج اريا تمام. طبعا الالكوليزم والسموكينج اساسي، البليوشن التلوث، اي مكان فيه بليوشن هو مكان للجروث اوف بكتيريا اند فيروس. لكن دايما الاماكن المفتوحه جيده التهويه ما بيبقاش فيها جروث للبكتيريا والفيروس. طبعا الناس اللي عندهم ديزيز او كرونيك ديزيز دايما بتلاقي عنده مال نيوتريشن او جنرال ماليز، يعني ضعف عام، وده طبعا بينتج عنه ضعف في الايه في الميون سيستم. هو القصه كلها يا جماعه الميون سيستم، موضوع الايه النمونيا بشكل عام والانفلونزا والكلام ده، القصه كلها هو الميون سيستم، هي معركه مناعه من الاخر. في مناعة كويسة هتباص، مفيش مناعة هتتكعبل وهتلاقي الدنيا مش مظبوطة، فهي القصة كلها هي معركة مناعة. طبعا الناس اللي بيبقى عندهم امبيرد كونشسنس، يعني لو دخل في كوما ولا حاجة واضطر يتحط على بنت على فنتليتور، طبعا النيمونيا بتبقى من الكومبليكيشن اوف ايه؟ ميكانيكال فنتليشن. تمام؟
يجي للستيجز بتاع النمونيا. احنا عندنا اربعة ستيجز يا جماعة في النمونيا كباثولوجي. عندنا الستيجز الاولى اللي هي الكونديشن ستيج، اللي هي وهي مرحلة الانفلاميشنز بتبقى في اول يومين. طبعا بيبقى علامات الانفلاميشن اللي هما يا جماعة الهوتنس والريدنس والسويلنج، صح كده؟ بيبقى عندنا في انلارجمنت، يعني ايه؟ في سويلنج، في ريد، تمام، ريدنس، وفي هوتنس انفلاميشن، في درجة حرارة، في فيفر. ففي الفترة ديت بتلاقي البيشنت بيبقى عنده حرارة، تمام، اللارج بتبقى كونجستد وبتبقى ريد لانها بتبقى سويلنج، تمام، وبتبتدي يحصل الاكسيديت سبريد، بتبتدي الاورجانيزم او البكتيريا تسبريد للايه؟ لكل اللنج، بتنتقل من الالفيولاي لالفيولاي، من برونكاي لبرونكاي، وهكذا يبتدي يحصل الايه؟ السبريد اوف ايه؟ اوف بكتيريا. ننتقل بعد كده يتطور الموضوع مع السبريد، يحصل نمو للريد بلاد سيلز والليكوسايتس والماكروفاجز، وحاجة مهمة جدا الفايبرين يا جماعة، اللي هو مع تكاثر الفايبرين يتحول يحصل ديلي للريزوليوشن، يعني تأخر بالتحسن، تبتدي من هنا يجي الفايبروس يا جماعة، لأن في الستيج ديت بيحصل جروث للريد بلاد سيلز والليكوسايتس والماكروفاجز ومعاهم الايه؟ الفايبرين. ودي الستيج الثانيه اللي احنا بنسميها ايه؟ ريد هيباتايزيشن. ريد هيباتايزيشن يعني ايه يا جماعه؟ يعني اللحم بالظبط بتبقى حمراء زي الكبد بالظبط، زي الكبد بتبقى كونجستد وريد زي الكبد بالظبط، عشان كده بنسموها ريد هيباتايزيشن. طبعا في المرحله دي ممكن يا شباب يحصل انفيجن او يحصل انفلتريشن للبكتيريا من اللنج للبلورة، ويكون لنا ايه؟ بلورة للفيوجن. يعني دي حاجة بتبقى واردة بقى. دكتور هو الكونجستد سببه ايه؟ الانفلاميشن. تمام؟ ده شكل اللنج يا جماعة، ده كبد طبعا مش لنج، بس هو شكله كده، بتبقى اللنج كونجستد قوي كده، وبتبقى ريد، بتبقى شكلها كده. بتبقى شكلها من كميه الانفلاميشن والريدنس، عشان يعني انت لما تشوف الشكل ده تحس قد ايه البيشنت بيبقى كونجستد وبيبقى ديستريس وبيبقى تعبان، لان فعلا اللنج بتبقى يعني وصل لمراحل من الكونديشن والانفلاميشن شديد جدا، النمونيا من اخطر ما الريزوليوشن. ندخل بعد كده داخل بقى ده التطور الطبيعي. لو البيشنت ماشي في جهاز مناعته شغال حلو وبيقاوم البيشنت الستيجز دي بيمر عليها بسرعه، يعني الانفلاميشنز يقعد فيها يومين، الريد هيباتايزيشن يقعد فيها يومين، الجري هيباتايزيشن اللي بعد كده يقعد فيها يومين، وبعد كده يحصل ريزوليوشن. يعني احنا بنتكلم ده في افضل السيناريوهات، ده السيناريو اللي ايه يا جماعه؟ ده السيناريو الحلو اللي كل ان البيشنت يمر بالسيناريو ده، فكده البيشنت ايه يا جماعه؟ كده البيشنت تمام وهيحصل له ريكفري ويخف ويعدي. البيشنت يتكعبل امتى؟ لما يحصل ديلي في هذه الستيجز، يقعد في الانفلاميشن ستيج فتره طويله، بدل ما يقعد يومين يقعد اربعه خمسه، تمام؟ يقعد في الريد هيباتايزيشن، بدل ما هو بيقعد من اليوم الثاني لليوم الرابع يقعد له خمس ست ايام كمان، تمام؟ كل ما بيحصل ديلي في الستيجز دي يا شباب، هنا تحصل الايه؟ تحصل المشاكل وتحصل الفايبروزس اللي هي بتبقى مشاكل بعد كده. لكن البيشنتس لو مر بسلام على الستيجز دي بالجدول الزمني اللي هو موجود في التكس، يومين 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 كده البيشنتس بيعدي بسلام ومفيش اي مشاكل خالص. الستيجز يا جماعه بالترتيب اهو، الستيجز يا جماعه بالترتيب اهو، انت عندك الكونديشن ستيج في اليوم الاول والثاني، يعني تاخد يومين، بعد كده المفروض يومين كمان يدخل على الريد هيباتايزيشن، بعد كده يبتدي يدخل على
من اليوم الرابع لليوم الثامن في الجريجيتايزيشن اللي هي الفتره اللي بيحصل فيها ريزوليوشن بقى. يبتدي هنا خلاص جهاز المناعه ابتدى يسيطر على الاورجانيزم. ابتدت الماكروفاجز والليكوسايتس يبتدي يدخل يعمل انجلفمنت، يبتدي يلتهم عن طريق الايه الفاجوسايتوزس. يبتدي الماكروفاجز والليكوسايتس يبتدي هنا جهاز المناعه يبتدي يدخل وينظف الدنيا. تمام، هنا دي الفتره الحاسمه في الموضوع، لان الفتره دي لما بتتاخر لما الريزوليوشن ده يتاخر البيشنت بيبتدي يديتيريوريت، يبتدي يدخل في مشاكل بقى الهايبوكسيا، ويبتدي يضطر يتحط على الميكانيكال فنتيليشن. ليه؟ لان خلاص لان الاميون سيستم ما عامش في دوره بسبب الويكنس اللي موجود. تمام يا شباب؟ فالستيت اوف جريجيتايزيشن دي مرحله الريزوليوشن ومرحله التحسن. اللي ابتدي بقى الماكروفيتشز تبتدي تشتغل والليكوسايتس يبتدي يشتغل على الاميون سيستم، يبتدي يشتغل بشكل كويس ويتعامل مع الاورجانيزم، يبتدي يعمل له فاجوسايتوزس. اخر حاجه اللي هي تكمله بقى الجريجيتايزيشن اللي هي الريزوليوشن ستيج، واللي هي بتمتد لثلاث اسابيع يا شباب، عشان كده احنا دايما بنقول في ان البيشن ياخد ثلاث اسابيع، يعني ثلاث اسابيع، يعني حتى في الكوفيد يقول لك علشان تطمن ان البيشن ده صح تديله ثلاث اسابيع، لان هما الثلاث اسابيع دول بتوع الايه؟ بتوع الستيجز بتوع الريزوليوشن اوف نيمونيا. تمام؟ اذا حصل ديلي، اذا حصل ديلي للريزوليوشن ده الاكسيودات تتراكم مع الفايبريت وتبتدي يحصل اللنج فايبروزس، ويبتدي يطلع العيان من الموضوع ده باعاقه رئويه. يبتدي البيشنت يطلع باعاقه رئويه اللي هي بين قوسين اسمها ايه يا جماعه؟ فايبروزس، لنج فايبروزس. زي بيشنت حصل له فراكشر وحصل ماليونايتد والدنيا لخبطت معاه، فيطلع من الموضوع بستيفنس، يطلع بلمبنج، يطلع باي مشاكل، يطلع باعاقه. تمام؟ فهنا برضه العيان بتاع النيمونيا لو الريزوليوشن اتاخر يبتدي يحصل اللنج فايبروزس، ويبتدي العيان يطلع من الدور ده هو باعاقه رئويه، اللي هو احنا بنسميه اللنج اللنج فايبروزس يا شباب. تمام؟ ويفضل البيشنت يعاني منه طول عمره. يبتدي البيشنت يعاني طول عمره من النيمونيا، لان خلاص حصل عنده بيرمننت تشينج، تغيرات دائمه في اللانج تيشوز. اسمه يا جماعه بيرمننت تشينج، تغيرات دائمه في اللانج تيشوز، يفضل البيشنت يعاني منها طول عمره، يبقى مجهود قليل مش مظبوط، صحته مش كويسه. تمام؟ ايوه احنا يا جماعه الستيجز دي فيسيولوجي لازم تحصل، بتحصل بشكل طبيعي، لكن المشكله ان الستيجز دي ديلي، ان البيشنت يقعد في كل ستيج بدل ما بيقعد يومين يقعد ثلاثه اربعه خمسه. فهمت القصد ايه؟ اي ديلي في الستيجز دي هنا يبتدي يحصل الايه؟ المشاكل. طبعا الريزوليوشن ستيج اخر حاجه بيبتدي بقى الجسم يعمل ليكوفيكيشن للبكتيريا، يبتدي يعمل اساله واذابه عن طريق البريكيوليتك انزايم ده اللي هي الانزيمات المذيبه. تاني الجسم خلاص الماكروفيجز التهم والليكوسايتس، يبتدي تحصل عمليه الليكوفيكيشن اذابه كل القصه دي كلها، ويبتدي يحصل لها دريننج عن طريق الايه؟ عن طريق الليمفاتيك سيستم، وتخلص القصه خالص والبيشنت يتعافى ويقوم بسلام بدون اي مشاكل، بدون اي مشاكل. ده في حاله يا جماعه ان الاميون سيستم يبقى شغال حلو كويس جدا ويتعامل مع الاورجانيزم، ويبتدي يمر بالمراحل الطبيعيه. تمام؟ ويبتدي يحصل الريزوليوشن والريكفري في حدود 21 يوم والبيشنت يتعافى. حصل ديلي لا قدر الله بسبب ان الاميون سيستم مش مظبوط، بسبب قوه الفيروس او كميه الفيروس، قوة البكتيريا أو كميتها الكبيرة،
هنا تبتدي تحصل الايه الكومبليكيشن، هنا تبتدي تحصل ايه يا جماعه الكومبليكيشن. الساينس وسيمتوم اوف اكيوت اتاك زي ما احنا قلنا يا جماعه بيبقى فيه بايركسيا اللي هي حراره، ويبقى فيه ماليز يعني الام وتكسير في الجسم، يحصل فوميتنج وكونفيوجن، بيحصل هايبوكسيا، وبيحصل تاكيكارديا، وبيحصل كف. كل العلامات اللي بتسمعوا عنها يا جماعه في كوفيد 19، كل دي اسمها ايه بقى؟ اكيوت ساينس وسيمتومز اوف ايه؟ اكيوت انفلاميشن. ساينس وسيمتومز اوف ايه؟ اوف اكيوت انفلاميشن. طبعا الكف في البدايه بتبقى دراي، ثم بعد كده بتتحول لايه يا جماعه؟ للبرودكت مش كف. ممكن يكون حدام ايه؟ ممكن يكون حدام ممكن بس في الليت ستيج. طب في حاله لو حصل بقى نشاط للاستيزي سي انزايم، والاستيزي يبتدي يكسر بعض الايه الارتس الصغيره، فبتدي يحصل الكوبس. تمام؟ ليه محمد؟ ليه؟ برودكتيف يعني ايه؟ برودكتيف يعني تروح ببلغك يعني. ايه كمان؟ انتوا الاثنين عمالين تضحكوا؟ ايوه اللي جنبك لو حصل تاني انا اسف هضطر اخلص الوقت، ويا ريت تتابعني شويه. السبيوتم في البدايه بيبقى ابيض تمام، ولما بيبقى مع الوقت بسبب وجود الاورجانيزم والانفكشن ممكن يبقى لون يلو اصفر شويه، ده بيبقى سبب الايه الانفكشن والاورجانيزم اللي موجود. تمام لحد كده يا جماعه في اي مشكله؟ طب اه الصدر، الصدر اللي بيحصل نتيجه مجرد ان يحصل انهيليشن للاورجانيزم يبتدي يحصل الحاجات ديت تضرر فعلا الانفلاميشن. يعني ايه الفرق ان يعني في عيان الهوبر نمونيا تيجي له الاعراض الصدر واعراض البرونكيت؟ لا يا شباب حلو السؤال ده يا جماعه. الهوبر نمونيا زبر الاعراض دي صعب ليه؟ لانه ده بمجرد الانهيليشن اورجانيزم يبتدي تحصل سانوس سيمتومز. البرونكو نيمونيا ده بيبقى ديلي شويه، لانه البرونكو نيمونيا يعني ايه؟ يعني يحصل سبريد للانفكشن، عشان كده بيبقى ديلي. يعني في البدايه يا جماعه اللوبر نيمونيا تحصل، وبعد كده البرونكو نيمونيا تحصل، تبتدي يحصل السبريد للايه؟ للاورجانيزم. واضحه يا شباب؟ واضحك؟ واضحك بالنسبه لي؟ السبريد في اللوبر لا يا حبيبي، اول حاجه تحصل هي اللوبر نيمونيا. يعني اول ما الانسان يستنشق الاورجانيزم تيجي له نوع لوبر نيمونيا، تبقى لوكلايزد فلو. بعد كده يحصل سبريد، تنتقل النيمونيا من اورجان لاورجان، وبعد كده يتكون ما يسمى بالايه؟ بالبرونكو نيمونيا. البرونكو نيمونيا ده بيبقى بين قوسين نتيجه ايه يا جماعه؟ السبريد اوف انفكشن، السبريد نتيجه السبريد اوف اورجانيزم. معلش يا دكتور، هو الفرق بين اللوبر والبيولر؟ اللوب اللوب البيولر اللي هي بتبقى سيجمنت، يعني بتبقى سيجمنت. طب معلش في البيشنت ممكن يحصل الاثنين مع بعض؟ طبعا، هو بيبدا لوبر وبعد كده بيبتدي يحصل البيولر وبيبتدي يحصل برونكو نيمونيا. كل ما بيحصل سبريد للانفكشن تنتقل لمسميات ثانيه. القصه كلها مسميات اناتوميكال نيمز، اناتوميكال نيمز. ايه اناتوميكال نيمز يا جماعه؟ لوبر يعني النمونيا موجود في اللوب، يحصل سبريد تبقى برونكو نيمونيا. تمام؟ دكتور السجن فيها ثلاث اسابيع، ثلاث اسابيع تقريبا. دي اللي هي لو ما حصلتش يعني كويس مش عارف الكلام ده. الستيج ال 21 يوم يا شباب اللي احنا قلنا عليهم بالاربع ستيجز ديت، اي مريض نيمونيا لازم بيمر عليهم، لازم يمر. طالما استنشقت الاورجانيزم، طالما استنشقت الستافيلوكوكس ستريبتوكوكس اورجانيزم، هيبشت هيمر بالستيجز ديت، يمر عليهم بسلام ويعدي بسلام. في حاله انه الميون سيستم كويس، ياخد الانتيبيوتيك المناسب، تعدي الدنيا بسلام.
الدنيا لخبطت حصل ديلي ندخل في الكومبليكيشن. هي ليه اللي بيقولها مش اللي بيقولها ده اللي بيقولها يعني سجن ماشي بس المفروض انت شايف انها كبرت ما هو كده دخل حضرتك قلت يبدا لوفر يا جماعه الله يكرم ما تقعدش قاعد نايم وتقعد تسال كتير. احنا قلنا دي اسماء كلها اناتوميكال نيمز الاورجانيزم يدخل في البدايه يدخل على لوب بعد كده يحصل سبريد للالفيولاي والبرونكيولز يبتدي لك برونكونيمونيا. القصه كلها نيمز مش محتاجه كل الاسئله دي تمام يا دكتور معلش سؤال يعني. بس مش في الجزئيه دي خالص هو حضرتك معايا مثلا يبقى في ناس جت لك انفلونزا تمام يروح يقول لك انا خدت برشام كذا وصحيت نمت وصحيت الانفلونزا راحت هو كده عدى على الاربع مراحل دول؟ لا الانفلونزا ده فايرال انفكشن ماله مال النمونيا هو مش النمونيا فايرال انفكشن لا يا حسن انت نايم بقى معلش النمونيا ده النمونيا يا جماعه اي واحد يجي له انفلونزا ما ياخدش انتبيوتكس الاول لان انت بتتعامل مع فايرال انفكشن والانتبيوتك اللي انت هتاخده ده هيعمل سبريشن للميون سيستم واحنا عايزين الميون سيستم يشتغل فما تاخدش انتبيوتك من البدايه انت البيشنت يبتدي ياخد انتبيوتك لما يبتدي يجيله برودكتف كاف لما يجيله ايه؟ برودكتف كاف يبقى يبتدي كوك يوصل لمرحله البرودكتف كاف دي لما يبتدي يجلس بيوتا ممكن اهو هنا تقول يبقى في هنا بكتيريا انفكشن وفي الحاله دي بتبتدي ياخد الايه؟ الانتيبيوتيك تمام يا شباب؟ والا كان الكوفيد 19 اتعالج بالمضادات الحيويه وكان خلصت القصه وما كانش في مشاكل ليه؟ لان ده فايرال انفكشن والفيروس لازم تبتدي تتعالج معاه بالايه؟ بالانتي فايرال مش بالانتيبيوتيك، انتيبيوتيك يعني بكتيريا، انتي فايرال يعني مضادات الفيروسيه، وفي انتي فانجر بالمناسبه عشان برضه نبص في يعني برضه في انتي فانجر الفانجاي اللي بتصيب البق مثلا على سبيل المثال فرح البق اللي بتبقى في الانسجه الرخوه دي اسمها يا جماعه؟ فانجر انفكشن دي ليها انتي فانجر وفي عندنا فيرال انفكشن دي ليها انتي فيرال وبكتيريال انفكشن دي ليها ايه؟ انتي بايوتيك ها؟ وضحت كده الثلاثة دول؟ يعني شكرا انك نبهتنا ان نقول الكلمتين دول بغض النظر على انت كنت سايق يا جماعة زي ما احنا قلنا قبل كده اللي ايه شكل اللي يسموه شكل الجسم الزجاجي يعني دايما النمونيا بيبقى شكلها ايه؟ زي الازاز كده بيبقى شكلها في الاشعه زي الازاز كده. المنطقه بتبقى اوباستي كده اوباستي يعني ضبابيه بيبقى شكل الجلاسز شكل الازاز حتى دايما يمكن انت سمعتوها يقول لك ايه الجسم الزجاجي ده علامه من علامات الايه؟ النمونيا وده اللي بيتشاف في الايه؟ لما خلاص البيشنت خلاص يروح يعمل سي تي بتبان اكتر في السي تي ده اكس راي بتبان اكتر في السي تي بتبقى حاجه كده شكل الجلاسز كده حاجه وبس موجوده فخلاص دي بتبقى نمونيا نتيجه الكوفيد يعني باعتبار ان احنا في الكوفيد يعني فبتبقى بسبب الكوفيد تمام شايفين يا جماعه الكونجيشن والانفلاميشنز اللي بتبقى موجوده في الالفيولاي بالمناسبه يا جماعه عشان بس اللي انتوا برضه الالات مش واضح في دماغكم يعني انت عندك اللانج دي برونكاي كبيره توصلك لبرونكيولز اصغر البرونكيولز توصلك للايه؟ للالفيولاي
تمام؟ فلما احنا بنقول نمونيا تيجي في لوب لوب وبعدين النمونيا تسبريد للايه؟ للبرونكاي وبعد كده تسبريد للايه؟ للبرونكيوز وبعد كده تسبريد للايه؟ للالفيولاي. فهمت يا شباب؟ هي قصه اناتومي. انت الاناتومي مش في دماغك بديل، ده المفروض اول حاجه اللي شرحناها هو الاناتومي فتبقى فاهم الاناتومي. ده برضه شكل الكونديشن والانفلاميشن زي يا جماعه اهو. الكومبليكيشن زي ما قلنا يا شباب ان الدنيا تمام حلو كويس مفيش مشاكل عندنا بسلام في 21 يوم خير، حصل ديلي لا قدر الله، ندخل في الكومبليكيشن. الكومبليكيشن بتحصل ليه يا جماعه؟ لما بتبتدي يحصل سبريت لللنج خلاص بقى، يحصل سبريت في كل اللنج اريا او يحصل سبريت من الليفت للرايت لنج، وطبعا ده بيبقى نتيجة ان حصل ديلي. الديلي ده ممكن يكون بقى نتيجة الرونج انتيبيوتيك، العيان ما اخدش الانتيبيوتيك المناسب من البداية فقعدنا نضيع وقت يومين ثلاثة اربعة وهو عمال ياخد انتيبيوتيك مش هو المناسب للاورجانيزم اللي عنده، تمام؟ فا يا اما برضه الاميون سيستم مش شغال حلو، وندخل بقى في الايه؟ يا بور كومبلاينس مع الميديكيشن، يعني ان الميديكيشن البيشنت ما بيستجيبش للعلاج بشكل كويس يا شباب. يبتدي يحصل برضه من الكومبليكيشن زي ما قلنا ان ممكن يحصل سبريد للانفكشن للبلوره. الاورجانيزم ينتقل من داخل اللنج اللي هي الايه؟ للبلوره، ويبتدي يعمل لنا زي بلورال انفيوجن او امبايما برضه نوع يعني حاجه زي ابسس كده صغيره، يا اما بتبقى في اللنج يا اما بتبقى في البلوره. ده معنى امبايما يا شباب. وفي كل الاحوال طالما حصل الانفكشن وصل لللنج غالبا هنحتاج نركب شيست تيوب او ايه انتركوستال تيوب مع الانتيبيوتيك المناسب، مع الانتيبيوتيك المناسب. وطبعا اللنج ابسس اللي هي الخراريج الصغيره اللي بتتكون داخل اللنج بسبب الايه؟ بسبب الايه؟ الاورجانيزم. فدي كلها كومبليكيشن، بيحصل انتقال البكتيريا من لنج للنج ثانيه، يحصل ديلي للريزوليوشن، ده من الكومبليكيشن الكبيره جدا لان كده البيشنت بيدخل بقى في كل المشاكل بعد كده، او يحصل سبريد للانفكشن من اللنج للبلورال سات، او يبتدي يتكون ما يسمى باللنج ابسس. دي كلها ايه؟ كومبليكيشن نتيجه بين قوسين يا جماعه للايه؟ للديلي ريزوليوشن، ديلي ريزوليوشن. الانفايما ديت سمول ابسس يا اما داخل اللنج زي اللنج ابسس او في البلوره او في البلوره السات. يتركب الانتر كوستال تيوب لو حصل بلوره ديفيوجن عشان تعمل درين للفلويد دي، تمام؟ البايركسيا دي يعني ارتفاع درجه الحراره. البايركسيا يعني يا جماعه يعني فيفر يعني، اي البايركسيا يعني، تمام؟ نيجي للاخطر. للاخطر لا قدر الله يحصل سبريت للاورجانيزم ده للبلاد، وطالما حصل سبريت للبلاد يعني الاورجانيزم ده وصل للبلاد. هتقول لي وصل للبلاد ازاي؟ هقول لك عن طريق البلمونري سيركيوليشن عشان بس ما حدش ايه يسال، ماشي؟ وصلنا للانفكشن البلاد، يبقى هندخل ليه؟ السبتسيميا لا قدر الله اللي هو تلوث الدم نفسه. وفي الحاله ديت البيشنت خلاص بيضايق، يعني لو حصل سبريد للاورجانيزم للبلاد انتهى الموضوع، البيشنت خلاص غالبا ما بيعديش تمام؟
وهو ده اخطر كومبليكيشن، يعني ان هو يبتدي يحصل السبتسيميا والانتوكاردايتس والمننجايتس، يعني خلاص طالما ده حصل سبريد للبلد يبقى الاورجانيزم هيروح بقى، هيروح للبنج، هيروح للكبن، هيروح للبريد، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. تمام. ممكن برضه من الكومبليكيشن يبتدي يحصل النيوموتوراكس. النيوموتوراكس يبتدي يحصل ازاي يا جماعه؟ نتيجه للانفلاميشن يحصل اوبننج، يعني ثقوب، ثقوب صغيره داخل اللنج، ويبتدي يحصل ليكج للاير من اللنج للبلوره الساك، ويتكون الايه؟ النيوموتوراكس. يبقى النيوموتوراكس ممكن يتكون ككومبليكيشن للنيمونيا بسبب ان يحصل سمول اوبننج في الاير في اللنج تيشو، ويحصل ليكج هروب للاير من اللنج للبلوره الساك، ويكون لك نيوموتوراكس بالظبط زي البلوره الانفيوجن بالظبط. لما يبتدي يحصل سبريد للامباكت للاورجانيزم للبلوره الساك، ويبتدي يحصل الاكسيوديت، يبتدي يكون البلوره الانفيوجن. يبقى البلوره الانفيوجن ممكن تبقى كومبليكيشن للنيمونيا، والنيوموتوراكس برضه كومبليكيشن للايه؟ للنيمونيا. تمام؟ دكتور والعام ممكن يجيله نيوموتوراكس بلورا فيجن؟ ايه؟ يعني ممكن يجيله نيوموتوراكس ايه؟ يعني ممكن يجيله بلورا فيجن نيوموتوراكس مع بعض؟ اه ممكن يحصل. الحاجة دي لازم لازم الشيست تيوب تبقى موجودة علشان تعمل دريدج بقى للايد او للايد. الكلينيكال فيتشرز يا شباب، احنا بنتكلم في كلينيكال فيتشرز، يعني البيشنت دخل في كومبليكيشن وحصل له ديلي ريزولوشن. تمام. فالبيشنت ده ممكن هتلاقي عنده ديزنيا اللي هو البريسلسنس، طبعا بكل بسبب كل الكونديشنز والانفلاميشنز والفايبروزس، سام سورت فايبروزس بتتكون، هنلاقي فيه هايبر فنتيليشن، وهنلاقي فيه هايبوكسيا. زي ما احنا متفقين ان اللانج كومبلاينس بسبب الفايبروزس والكونديشنز هتبتدي تقل، ويبتدي يحصل لانج ستيفنس، يعني اللي هو احنا بنسميه تيبس اللانج يعني. وطبعا الايفورت اوف بريس هيزيد، البيشنت عايز يوفر كم كل ده، عايز يوفر كم، يتفوق على الريزيستنس اللي موجوده بسبب الفايبروز، بسبب الانفكشن، اسب الكونديشن اللي موجود، فيضطر الورك اوف بريس يزيد او الايفورت يزيد. عشان كده هنلاقي فيه هايبر فنتيليشن، وهنلاقي فيه الايه؟ الشالو رابد بريس، الشالو رابد بريس عشان يوفر كم الريزيستنس اللي موجود. طبعا الشيست بين بسبب ما يسمى بالبلورزي، بلورزي يعني انفلاميشن في البلوره اللي هو البرايتال والفيسترال بلوره، بيتسبب هو ده سبب الشيست بين اللي البيشنت اي يعني اي عيان عنده نمونيا او بلوره ديفيوجن او نيوموثوركس كومن اللي بنلاقي عنده شيست بين، والشيست بين ده بسبب الايه؟ البلورزي، البلورزي اللي هو انفلاميشن اوف بلورال والبرايتال سيل، طبعا بسبب سبريد اوف ايه؟ انفكشن. دكتور يعني ايه لونج تيشو از اولموست ساتوريتد؟ ايه؟ يعني ايه لونج تيشو از اولموست ساتوريتد بالهايبر انفلاميشن؟ اه تمام. بنقول ان normal lung tissue is almost saturated بالاكسجين، يعني عشان هنا في عشان ده سبب الهيبوكسيا. تمام. الساتوريشن ما معنى كلمه ساتوريشن؟ ايه؟ التشبع. ايوه لا انا بتكلم كلامي، معنى لما اقول لك اوكسجين ساتوريشن معناه ايه؟ نسبه الاكسجين المحمله على الايه؟ الهيموجلوبين. وبسبب الهيبوكسيا اللنج تيشو ما بتبقاش ساتوريتد، يعني الاكسجين ساتوريشن بيبقى انكريز. واضحه يا شباب؟ الاكسجين ساتوريشن بيبقى ايه؟ انكريز. طب ماشي، طب ازاي هي هايبر فنتيليشن؟ ازاي هي منفوخه بلا
فيش هواء. ما معنى هايبر انفليشن الاول؟ في فرق بين هايبر انفليشن وهايبر فنتليشن. هايبر انفليشن اللي هو الانفليشن، اما هايبر فنتليشن انكريز الدبس والريت اوف ريسبيريشن. هايبر فنتليشن يعني ايه يا جماعه؟ انكريز الريت، مش في فرق بين الانفليشن والفنتليشن. ماشي انت ليك حق في السؤال، تمام. هايبر فنتليشن يا جماعه يعني انكريز الريت اوف ريسبيريشن، اما الانفليشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو الانفليشن والديفليشن. الهايبر فنتليشن ما بيقدرش يعمل كومبنسيشن للهايبوكسيا، لان كميه الهيدروكس بتبقى زياده، فمهما البيشنت يقعد يسرع في النفس ما بيقدرش يوصل يعادل الاكسجين ساتوريشن، ما بيقدرش يظبط نسبه الاكسجين لحد كده. واضحين كده يا شباب؟ كله تمام. فبنلاقي في ديزنيا وبنلاقي في هايبر فنتليشن بسبب الهيدروكسيا، وبنلاقي في اللانج كومبلاينس بسبب الانفلاميشن واللانج ستيفنس، والورك اوف بريس هيزيد، ونوصل للشالو رابيد بريس والشيست بين بسبب البلورزي، يعني الانفلاميشن اوف بارايتال اند بلورال سيل. زي ما قلنا الكاف بتبقى في البدايه دراي، وبعد كده هنلاقي الكاف بقى خلاص بروتكتف. ولما بنلاقي الراديوجراف يعني الاكس راي هنلاقي كلمة consolidation. يعني ايه consolidation يا شباب؟ ايه هو اللي بتوع كتير لانج consolidation، لانج consolidation زيادة في اللانج ديز، زيادة في اللانج ديز. شوف يا شباب consolidation اي حاجة في اللانج غير الاير تبقى consolidation، عشان سريع دماغ. اي حاجة داخل اللانج غير الهواء اسمها ايه؟ consolidation. يعني اللانج لو فيها تيشو فلويد، اي حاجه ماس تيومر اي حاجه، كل ده اسمه يا جماعه كونسوليديشن. يبقى اي اوبجكت اكسبت الاير يبقى اسمه لانج كونسوليديشن، عشان انت هتلاقي كونسوليديشن كتير جدا، فتبقى فاهم ان طالما ما فيش اير يبقى في كونسوليديشن. فاهم؟ واضح؟ لما تيجي تعمل هتلاقي الكونسوليديشن اللي هو الشكل الايه البارز، طالما ما فيش هواء طبعا الهواء في الاكس راي بيبقى اسود، تمام. ولما تلاقي اي بادز بيضاء اي حاجات بيضاء في اللنج يبقى ده اسمه يا جماعه شبه ده كونسوليديشن. الكونسوليديشن ده بيبقى تيش تيومر، يبقى فلويدز، ها تمام، نمونيا بلورال اسف بلمونر اوديما، كل دي كونسوليديشن. في الاسكولتيشن يا جماعه هتقدر تسمع البرونكيال ساوند، بتسمعه عالي جدا خاصة في الروبر نيمونيا. ليه؟ لأن ما بقاش لسه حصل سبريد للإنفكشن، يبقى احنا لسه ما وصلناش للإيه؟ للبرونكاي الصغيرة والبرونكيولز والأنفيولاي، فهتقدر تسمع الإيه؟ البرونكيال ساوند عادي جدا مفيش أي مشكلة. ويخلي بالك الحتة دي عايزك تركز فيها جزئية الكونسوليديشن والبركشن والتكتايل فوكال فريميتس. لما تيجي تعمل بركشن يا جماعة عشان هنا، طب قبل ما نبدأ في النقطة دي هتسمع الكراكنز بسبب السكروتم موجود، وهتسمع الويز بسبب اللي هي يا جماعه البرونكوسبازم. يبقى انت لما تيجي تعمل اسكولتيشن هتسمع البرونكال ساوند، هتلاقي فيه سام كراكلز بسبب السبيوتم، وهتلاقي فيه شويه ويز بسبب الايه؟ البرونكوسبازم. لما تيجي تعمل ساكتايل فوكال بريميتس وتعمل بركشن، لاحظ ان احنا عندنا كونسوليديشن. لما بتيجي تعمل بركشن الدياجنوستيك بركشن يا جماعه
بتسمع الدالنس والهايبر ريزونانس، يعني اي حاجة في كونسوليديشن. لما تيجي تعمل دياجنوستيك بيركاشن المفروض انك تلاقي ايه؟ تلاقي دالنس، لانك مفيش اير تحت ايدك. حلو الكلام؟ طيب لما تيجي تسمع الفوكال كريميتاس هتلاقي الصوت عالي، هتلاقي الصوت عالي بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب الكونسوليديشن. هنا ده معنى الكلام، الكونسوليديشن بيقدر يوصل اللو فريكوانسي ساوند. الكونسوليديشن بيوصل اللو فريكوانسي ساوند. فلما تيجي تعمل تاكتايل فوكال بريميتاس بالبيشنت ده هتلاقيه عالي. لما تيجي تعمل بالكاشن هتلاقي الريزونانس ايه؟ قليل ضلمس. نشوف الكلام ده في المقارنه هتبقى الدنيا اوضح شويه. ده شكل الاكس راي. بص يا شباب لما بتيجي تعمل البركاشن الحته دي كلينيكال على فكره، بس لان كل الناس بتتلخبط فيها وكلكم بتتلخبطوا فيها في الامتحان. لما بتيجي تعمل دياجنوستيك بركاشن، مش البركاشن بتاع البوشر برينج، ها عشان نبقى واضحين، الدياجنوستيك بركاشن بتسمع الدالنس في ايه يا جماعه؟ اي طالما ما فيش ايه هتلاقي في دالنس. مختلفين في دي؟ تمام. يبقى انت لو في كونسوليديشن، في نيمونيا، في فايبروزس، في تيومر، في فيوجن، هتلاقي في ايه؟ هتلاقي في دالنس. وهتلاقي في هايبر ريزونانس طالما في ايه كتير. حالات السي او بي دي هتلاقي الازمه، حالات الانفيزيما، النيموتوركس، طول ما في ايه كتير فانت هتلاقي ايه؟ هايبر ريزونانس. متفقين في الحته دي؟ تمام؟ يبقى ده يا جماعه في الايه؟ الدياجنوستيك بيركاشن، الدياجنوستيك بيركاشن. التكتايل فوكال بريميسس ده اللي احنا نقصده، ان انت مع الكونسوليديشن هتلاقي التكتايل فوكال بريميسس يزيد. ليه؟ لان الكونسوليديشن ده بينكريز الترانسميشن اوف ليف فريكونسي ساوند اند فوكال فريكونسي. يعني لما تيجي البيشنت كده الراجل اللي عنده كونسوليديشن تيجي تقول له قول 44 او 99 هتلاقي الريزونانس عنده عالي في حالات الكونسوليديشن. ليه؟ لان الكونسوليديشن بيزود الترانسميشن اوف ليف اوف لو فريكونسي ساوند. وهي هو ده الخلاف يا جماعه. هتلاقي ان الفوكال بريميتس بيزيد معاك مع الكونسوليديشن ومع الكولابس ومع النيمونيا ومع الفايبروزس ومع التيومر. ليه؟ لان الدنستي بتاعت التيشو دي بتزود ان الترانسميشن بفلو فريكونسي ساوند. وهتلاقيه قليل مع الاير، هتلاقيه قليل مع الازمه ومع السي او بي دي ومع الانفيزيما ومع النيوثوركس، لان الاير بيقلل الترانسميشن وفلو فريكونسي ساوند. النقطة دي كلكم بتتلخبطوا فيها وكلكم بتقعوا فيها ما بين الحاجات اللي بتنكريز البركشن والديكريز والحاجات اللي بتنكريز الشتات الفوكال بروميتس والديكريز. ده مش ايه؟ البلورا اللي فيه ده هنا يا جماعة، ما هو انا وقفت لحد هنا بس. انا قلت ان الاير بيقلل الترانسميشن اوف ايه؟ اوف لو فريكونسي ساوند. حلو؟ لكن لما يبقى عندنا سكشس تقول وعندنا فيوجن بيمنعوا خروج الاير اصلا. بيمنعوا خروج الاير. يبقى في عندك كليمر. فهمت يا شباب؟ فهمت يا شباب؟ يبقى دي كاتيجوري الشيست وول والفيوجن دول بيبقوا مانعين خروج الصوت. لكن دول بيبقوا جوه بيقللوا الترانسميشن نفسه بتاع الصوت. حاجات دي كلينيكال وحاجات مهمه، والتجميعه دي يعني مش هتلاقيها في اي كتاب. مش هتلاقيها في اي كتاب. فاحفظوها كويس. الانفستيجيشن يا جماعه لما تيجي تعمل انفستيجيشن هتعمل سي بي سي، هتلاقي الوايت بلاد سيلز فوق في الهواء. ليه؟ عشان الاميون سيستم. حلو؟ ولما تيجي تعمل ارتيريال بلاد جاز الاي بي جي هتلاقي ان في ايه؟ في هايبوكسيا. حلو؟
ولما تيجي تعمل سبيوتم كالتشر تحليل للسبيوتم هتلاقي فيه ايه الكوزيتيف اورجانيزم، وبالتالي تبتدي الدكتور يكتب الايه الانتي بايوتيك المناسب للاورجانيزم ده عشان يبتدي يحصل ايه ريزوليوشن سريع. طبعا لو حصل اسبيريشن او سبريد الانفكشن للبلوره فلازم تبتدي تعمل اسبيريشن، او لو هو مركب شيست تيوب فانت هتاخد سامبل من الايه من السائل اللي خارج ده وتبتدي يعمل له كالتشر علشان يشوف الايه الاورجانيزم وعشان يبتدي يديله الايه الانتي بايوتيك المناسب. ماشي يا شباب؟ الاوت كام بيتوقف عليها يا جماعه البروجنوزيس على قوه البكتيريا، على شراسه البكتيريا وكميتها، وعلى السن بتاع العيان، وعلى الجنرال فيتنس بتاعه قوته. كل دي عوامل بتدي لك مؤشرات للبروجنوزيس، الحاله دي هتتحسن بسرعه ولا هتقل ولا هتديليه. ماشي الحال؟ فالمفروض ان التحسن بيبدا في اول 3 ايام مع استخدام الانتي بايوتيك المناسب، وفي خلال 10 ايام يبتدي السبيوتم يبتدي يقل ويبتدي العيان يبتدي يتحسن ويوصل لكامل لياقته البدنيه بعد 6 اسابيع. طبعا الرقم ده ممكن ديلي كبير شويه، لكن هو بيدي لك الايه الماكسيمم ريت، يعني على اسوأ على اسوأ تقدير على اسوأ تقدير. لكن هتلاقي في عيان يتف بعد 4 اسابيع، عشان بس ما ايه ما تقولش 6 اسابيع. فهو التكست لما يكتب لك 6 اسابيع فهو بيدي لك اسوأ الحالات، لكن هتلاقي في واحد يتف بعد 4 اسابيع، واحد يتف بعد 3 اسابيع، واحد يتف بعد 5 اسابيع. في فاريشن للشباب، انا مش عايزك بس ايه عشان ما تفكرش بعقل منغلق، فتح مخك شويه. الانتي بايوتيك طبعا كعلاج اساسي، الاديكويت فلويد مهم جدا، السوائل، الانالجيسك طبعا علشان الشيست بين والالم اللي في الجسم عامه بسبب المليز وسبب الفيفر اللي حصلت، البايركسيا، الاوكسجين ثيرابي في حاله ان البيشنت يحتاج لو دخل في هايبوكسيا، وطبعا البيد ريست مهمه جدا جدا، وهو ديت الايه الكومن اللي احنا يعني عامه الناس حتى عارفاه، هياخد مضاد حيوي، هياخد سوائل، ولو هو مش قادر ياخدها اورال هيبتدي لو هو في المستشفى ياخدها انترافينس عن طريق الكانيولا يعني، تمام؟ وهيبتدي ياخد مسكنات، هيبتدي ياخد اوكسجين ثيرابي، وطبعا هيرتاح. ده بيبقى في المستشفى مش في الأحسن. ما هو الاوكسجين حسب الحاله يا جماعه. بص دلوقتي قدر المستطاع. بقول دلوقتي يا شباب الاوكسجين ثيرابي ليه اكتر من دلوقتي كل العالم كله بيتجنب انه يعمل انفيزيف اوكسجين ثيرابي، ان هو يحط ايده تراكيرتي قدر المستطاع. العالم كله بيتجنب ان هو يبتدي يدخل بالانفيزيف، كله بيحاول يشتغل نون انفيزيف. نون انفيزيف عن طريق التي تيوب او عن طريق المصر، يا اما عن طريق التي تيوب او عن طريق الايه المصر. قدر المستطاع بيحاولوا يتجنبوا الانفيزيف اللي هو الانبوبه الحنجريه. العالم كله دلوقتي بيحاول يبعد عنها قدر المستطاع لما لها من مشاكل، والمشاكل دي هنبتدي ان شاء الله نقولها في الكومبليكيشن اوف ميكانيكال فنتيليشن. ماشي؟ انا بعدي على حاجات يا جماعه باعتبار ان انا ممكن اتخيل اللي انتوا عارفينها، تمام؟ يعني في حاجات تلاقيني بعديها كده اعتقادا مني ان انتوا عارفينها، بس لو في حاجه زي ما قلت كده وقفني واسالني، لان في حاجات كده ما انا اقول لك اوكسجين ثيرابي انا معتقد ان انت فاهم اوكسجين ثيرابي ان هو عن طريق الاوكسجين ماسك او تي تيوب مثلا، انا معتقد انك عارف، فاهم؟ فانا بعدي عليها، فوقفني لو في حاجه ايه مش فاهم. تحليل السنسيتيفيتي نفسها، يعني بياخد عينه من البلغم يحللها علشان يطلع الاورجانيزم
البكتيريا اللي موجوده في الجسم تمام عشان يبتدي يوصف على اساسها الاكتيفيتي عشان ما يقعدش يمشي يعمل الورك. افرض مثلا هو عنده ستافيلوكوكس نموني وبيتعامل معانا على ايه ستريبتوكوكس مش هيحصل، فانا لازم ادي الانتيبيوتيك المناسب للاورجانيزم. يلا يا شباب هندخل على الفيت الثيرابي. احنا كنا اللي فات ده من ميديسين، هندخل على الفيت الثيرابي. هدفك ايه؟ هتقلل البرونكوسباز، هتنظف السكريشن، هتعمل اكسبانشن لللنج، وهتحسن الايه؟ الاكسرسايز توليرانس. يبقى دي اهدافنا من الفيت الثيرابي. هنعمل كليرانس للاير واي. يبقى ندخل اول حاجة airway clearance عن طريق النيوبلايزر الهيوميديفيكيشن، عن طريق البوشرال دريننج، عن طريق الاكتف سايكل بريثنج. ولو البيشنت في الاي سي يو ومش قادر يعمل كاف، يبقى هتضطر تعمل الايه؟ السكشن. بعد ما تعمل المودالتيز بتاعتك، يعني بعد ما نعمل نيوبلايزر وبعد ما نبتدي نعمل بوشرال دريننج وبريثنج اكسرسايز اللي هو الاكتف سايكل بريثنج، لو هو مش قادر يقف، لان خلينا نتفق يا شباب ان البيشن علشان يطلع سكريشن لازم يكح، ولو البيشن مش مكحش يبقى مش هيخرج. عشان كده قلنا يا جماعه ايه؟ لازم تعلم البيشن الكاف ميكانيزم. الكاف ميكانيزم اللي هو ايه؟ الديب بريث يقفل البروتس، الانترا ابدومينال بريشر يزيد، انترا ثوراسيك بريد يزيد، اوبننج للبروتس، كونتراكشن ابدومينال ماسلز، ثم الكف. ها؟ يبقى دي ايه الميكانيزم اوف كف اللي احنا قلناها في السكاشن، اللي انت لازم تعلم البيشنت هاو تو كف، هاو تو كف. لان خلي بالك هتشوف مرضى كتير جدا هو مش عارف يكح، هو مش عارف اصلا يكح، فتبقى تعلمه، لازم تعلمه الهاو تو كف، هاو تو كف مهمه جدا يا شباب. فده طبعا ان احنا البوشر ريننج بالمانوال تكنيكس اتشرحت كلها في السكاشن بكل البوزيشنز، وقلنا هتحدد البوزيشن على اساس مكان السكريشن من خلال يا اما الدياجنوستيك بالقشن يا اما الاكس راي او السي تي. تمام؟ هتبتدي حددنا في سكريشنز مثلا في السيجمنت الفلاني سواء انتيريور او بوستيريور او الاستلتيشن بالظبط كده. تمام؟ هتحط في بشرة دريننج، هتعمل الاكتف سايكل بريسنج بالستبس بتاعتها، الكنترول بريس راس اكسبانشن، كنترول بريس راس اكسبانشن، كنترول بريس وفورسد اكسبايريشن. تمام؟ او لو البيشنت بقى في كوما ولا حاجه هتحتاج تعمل له ايه؟ تمام؟ تبدا بايه؟ حسب البيشنت اللي قدامك قادر يعمل ايه؟ يعني انت مثلا لازم تبدا ب الاكتف سايكل بريثنج مثلا الاول بعد الهيوميديفيكيشن. يعني لازم رقم واحد يا شباب، لو البيشنت لو السكريشن صح والبيشنت مش قادر يطلع الجلوتام يبقى لازم تعمل نيبولايزر. لكن لو البيشنت قادر ان هو يخرج الجلوتام والجلوتام ما فيهوش مشكله، فانت بتعمل اكتف سايكل، لان انت بتعمل بريسنج اكسرسايز مع الاكتف سايكل. تمام؟ وبعد كده تبتدي تشتغل بوشر دريننج بالمانوال تكنيكس. الريكسبانشن اوف ذا لان مهم جدا زي ما قلنا، البريسنج اكسرسايز بكل انواعه ده براجماتيك وسيجمنتال. الشيست موبيليتي اكسرسايز انت لسه ما خدتهاش في السكاشن، في مجموعه تمارين بنحسن الموبيليتي ودي مهمه جدا بالنسبه للريستريكتف لانج ديزيز، هنبتدي ان شاء الله ناخدها في الاسابيع اللي جايه. وطبعا البوزيشننج ده مهم قوي،
طبعا سي دايما انت بتحط البيشنت على بيلاي على ايه على الافكتد سايد علشان تسمح بالاكسبانشن في الافكتد سايد. يعني زي مثلا اللنج اليمين هي اللي فيها ريستريكشن عند البيشنت، هتنيمه انت على اليمين ولا هتنيمه على الشمال؟ لازم تنيمه على الشمال، لان انت لو نيمت على اليمين فانت هتزود الايه الريستريكشن، وانا عايز ازود الايه الاكسبانشن. يبقى البوزيشن ده مهم جدا، ان انت بتنيم البيشنت على الايه على الايه على النون افكتد سايد علشان تسمح بالايه بالاكسبانشن في الافكتد سايد. يا جماعه ماشي، فدي نقطه ايه مهمه جدا. احنا بنتكلم في الريستريكتف لاين ديزيز، ما لهاش علاقه بالسيرج. احنا بنتكلم في عيان عنده نمونيا، عنده لاين ابسس، عنده فايبروزيس، تمام، ما لهاش علاقه بالسيرج. احنا بنتكلم ريستريكتف ديزيز. ماشي يا دكتور، ولو ممكن يبقى باي لاترال طول عمره؟ ممكن يبقى باي لاترال، يعني ممكن الريستريكتف في الرايت والليفت لان. فانت بت ايه؟ لا عادي جدا، ممكن تشفت يعني بينام على السايد، يعني لما تيجي تعمل بريفنج مثلا بتنيمه على الاثنين سايد بالتبادل، تمام، وفي السيتنج وفي الصباعين عشان تبتدي تشتغل. لكن انا لو انت شغال على لانج واحده مش نايم على لانج افكت سايد، ممكن نايم برضه سباين لو كان ريلاتر. بس انت لو انت عايز تشتغل بريثنج وعايز تزود الاكسبانشن بيفضل انك تنام على السايد عشان يكون معاك ماكسيمم اكسبانشن، عشان يكون معاك الاكسبانشن. ماشي، مش هننسى بقى الاكسرسايز توليرانس، وندخل في الايروبيك اكسرسايز وكل انواعها زي ما قلنا في الكارديك ريهابيليتيشن، سواء ووكينج بايسكل تريد ميل، تمام، جوكينج. وطبعا بتتطور مع البيشنت، كل ما البيشنت الفيتنس بتاعه بيزيد بتزود انت، وبتحسب برضه الماكسيمم هارت ريت. يعني شغل الايروبيك كله اللي احنا قلناه في الكارديك ريهابيليتيشن بتبتدي ايه تطبقه هنا مع البيشنت. عشان كده يا جماعه لما احنا بنيجي في المحاضرات هتلاقينا بنمر على الحاجات. ليه؟ لان انت اوريدي الحاجات دي بشرحها لك بالتفصيل في سكشن العملي، وما انا مر في المحاضره على اكزامينيشن، فانا واثق ان انت خدت الاكزامينيشن ده في السكشن. فلما اقول لك بركشن دايجنوستيك بركشن فانت عارف، لما اقول لك كشن تريدنج مانوال تكنيك انت خلاص عارف بالظبط في سكشن، تمام. لما اقول ايروبيك اكسرسايز ما احنا شارحينه في الكارديك ريهابيليتيشن بكل البارامترز بتاعته، بكل الماكسيمم هارت ريت، بكل ما يخص الايروبيك اكسرسايز، تمام. انت بقى في الامتحان لو انا جايب لك شورت نود لازم ما تجيبليش دي ايتمز بس، لازم تبتدي ايه تشرح شويه، يعني فاهم القصد ايه؟ يعني انا لو ايه لو جايب لك سؤال مثلا في الثيرابي تريتمنت اوف ريستريكتف لانج ديزيز، هل مثلا انت المفروض ان انت تكتب لي بس العناوين دي؟ الهيومودفيكيشن بوشر دريننج اكتف سايكل بوزيشننج بريسنج اكسرسايز، ولا المفروض ان انت تبتدي تدخل في بعض التفاصيل لكل حاجه؟ ايه؟ يعني لازم تبتدي. لو انا جايب لك سؤال في الثيرابي تريتمنت ريستريكتف لانج ديزيز، ما ينفعش تحط لي العناوين دي بس، لازم تشرح يعني مثلا الهيومودفيكيشن البشره دريننج، لازم تبتدي توضح لي ان انت فاهم بشره دريننج اكتف سايكل بريسنج، لازم تكتب الخطوات بتاعتها، ها تمام كده. البوزيشننج والبريسنج اكسرسايز يعني تديني شويه تفاصيل. طب الايروبيك اكسرسايز لازم تكلمني على انواعها، تعرفني انت ازاي البارامتر بتاعتها، ازاي تكلمني ازاي تحسب الماكسيموم هارت ريت الانتنستي، ازاي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في السكشن العملي لازم انت تعرفني ان انت فاهم. هندخل على الجلوبز، مش كبيرة يا جماعة، يعني
ان شاء الله مش هنحكي وقت كتير. وان شاء الله يبقى احنا كده يا جماعه اتكلمنا عن الريستريكتيف لانج ديزيز كتايتل كبير، وخدنا النمونيا بكل تفاصيلها الميديسين وازاي تتعامل معاها كفيزيو ثيرابي. زي ما قلنا يا شباب ان انت في الفيزيو ثيرابي انت بتهتم بالانسبيريشن اهم حاجه، يعني انت المين تارجت بتاعك الانسبيريشن مع السكريشن. فهتبتدي اول حاجه هتبتدي تشتغل الفيستوبسايد بشكل كويس، وتبتدي تشتغل على الشيست موبيليتي والبوزيشننج بشكل كويس، لان هم دول اللي هيشتغلوا على الريستريكت. وانت كبريسنج اكسرسايز هتشتغل بريسنج اكسرسايز بكل انواعه، دايفراجماتيك وسيجمنتال. تمام؟ هتشتغل على الشيست موبيليتي بشكل كويس عشان تزود الموبيليتي والسلوس الكيج، وهتشتغل البوزيشننج بشكل كويس عشان تحسن الايه الشيست اكسبانشن. بعد كده هتدخل على الايرو ويك كليرنس، هتبتدي تشتغل كيوميفيكيشن، هتشتغل دريننج، اكتف سايكل بريسنج. وبعد كده تبتدي تشتغل لي ايه اكسرسايز تو انكريز الايه. يبقى ده الترتيب اللي انت المفروض تشتغل بيه، بريسنج الاول تمام، والبريسنج طبيعي هيعمل لك لوزنج وهيعمل لك موبلايزيشن للسكريشن. بعد كده يعني لازم نبدا بريسنج الاول، وبعد كده ندخل على الاير وي كليرنس، ثم في المرحله الاخيره لما الفتنس يبتدي يتحسن هتبتدي تدخل على مرحله الاكسرسايز توليرانس والفتنس. مستحيل تدخل على اكسرسايز توليرانس والفتنس والبيشنت اصلا اللانج بتاعته لسه ما حصلهاش اكسبانشن بشكل كويس، والا مش هتقدر تاخد منه الفتنس اللي انت عايزه. يبقى لازم وانت بتشتغل لازم يكون في جراديويشنز واستراتيجيه معينه في الحياه. تمام يا شباب؟ لان هو ده يهمنا، يعني شغل الميديسين انا شرحته لك عشان تفهم الباك جراوند والديزيز، عشان تفهم انت بتتعامل مع ايه بالظبط. لكن انا يهمني انت ليه، ده الشغل بتاعك انت. انت دخلت فهمت نمونيا يعني ايه بالستيجز بتاعتها، ازاي اللي حصل، ايه الباثولوجي، ازاي حصل كومبليكيشن وازاي حصل فايبروزيس، طيب هاو تو ديل ويز ات، هنتعامل مع ده ازاي. هو ده الشغل الفيزيوثيرابي بتاعك. يبقى الاثنين سلايد دول هما مكتوب عناوين، بس انت لابد انك تبقى فاهم كل تفصيله في التفاصيل. ابقى انا فاهم ان انا اساس التركيز بتاعي على البيشنت ده ان انا اعمل ري اكسبانشن للمرض. اهتم اول حاجه بالبريثنج اكسرسايز بكل انواعها. اهتم بالشيست موبيليتي، عايز ازود المرونه بتاعه اللنج. اهتم بالبوزيشن. بعد كده ادخل على الاير واي كليرنس، بعد كده هشتغل اكسرسايز توليرانس وفيتنس. ماشي يا شباب؟ لا انت احنا قلنا ان انت في الاكيوت ستيج ما بتتدخلش مع البيشنت. البيشنت بيبقى حرارته عاليه، بيبقى تعبان، بيبقى عنده هايبوكسيا، بيبقى تمام. الفقره دي ميديكال مع ريزوليوشنز. لما بتبتدي في الريزوليوشن ستيج وبتدي احنا ندخل في لما البيشنت يكون خلاص ميديكال ستيبل، ما بقاش فيه عنده فيفر، ما بقاش عنده حراره، الدنيا استقرت معاه، ابتدي احنا ندخل. ما احنا قلنا اهو البوزيشن ان البيشنت بينام على الايه؟ على النان افكت سايد. يعني زي مثلا انت عندك الريستريكشن في الرايت تبقى هتنميه على الرايت عشان يحصل اكسبانشن في الرايت والعكس. طب لو الريستريكشن في الاثنين يبقى اثناء الشغل لازم تشفتي على الرايت وعلى الليفت وتشتغل من السيتنج وتشتغل من السيتنج. تمام؟ لكن لما بيبقى الاصابه حتى بندي كمان انستراكشن للبيشنت لو هو عنده صور في الرايت اليمين دايما تحاول تنام على الرايت الشمال على الناحيه الشمال وانت بتعمل تمارين التنفس عشان ده
عشان كده عامله ريليز للشيست خالص تبتدي الاكسبانشن اللي انت عايزه. البلورز يا شباب زي ما قلنا ان السبب الاساسي للشيست بين هو البلورز. البلورز يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في الايه في البرايتر والبلورال سيل اللي يبتدي يحصل سبريد للانفكشن والاورجانيزم للبلوره. يبتدي يحصل انفلاميشن للبلوره سواء برايتال او فيسرال. فيبتدي يحصل لك ايه دايما البيشنت هتلاقيه دايما يقول لك انا سيبني تعبان جدا عندي الم شديد في صدري. تبقى انت فاهم ان سبب الشست بين هو الايه البلوره اللي هو ايه انفلاميشن في الايه البرايتر والبلورال سيل هو ده اللي بيسبب الايه الشست بين. دايما هتلاقي يا جماعه دايما البلورزي والشست بين دايما هتزيد مع الديب انسبيريشن وهتلاقيه يزيد مع القهر. دايما هتلاقي البلورزي بيزيد مع الديب انسبيريشن لان انت بتعمل انفليشن للضم فيبتدي يحصل ايه ستريس على البلوره فيبتدي الالم يزيد او اثناء الكف والسنيز يعني الكحه والعطس بسبب الايه الانتراثراسيك بريشر والانترا ابدومينال بريشر بيزيد فبيبتدي برضه يعمل ستريس على البلوره بيبتدي يعمل لك الايه الشيست. تمام. طيب البلورز يا جماعه سببه ايه؟ اي مشاكل في اللم نيمونيا تبركلوزس اللي هو التي بي يعني الصل يعني اعزكم الله. تمام. انفكشن وانفلاميشن وكونديشن فايبريماس اوكسيديت يحصل ما يسمى بالرافلنج. رافلنج يعني ايه يا جماعه؟ خشونه يعني. القصه ايه؟ ان لما البلوره الساك البلوره البرايتر والفيسرا البلوره المفروض ان في سموثنس موجود. المفروض ان في ايه؟ البلوره فلويد موجود وفي سموثنس موجود فيبتدي البيشنت بتاع الانفليشن والديفليشن اوف لايك ما فيش اي مشاكل. لكن الانفلاميشن لما بيحصل في البرايتر والبلورال ساك يبتدي السيرفس ما بيبقاش سموث كالمعتاد بيبقى فيه رفنس بيبقى فيه خشونه. فمع الانسبيريشن والاكسبيريشن يبتدي يحصل الفريكشن. واللي انتوا في الاكزامينشن سمعتوه اسمه يا جماعه عبد الحسين بلورال رب. البلورال رب اللي هو الايه صوت الفريكشن اللي هو ده مع الانسبيريشن. تمام. والاكسبيريشن لما بتسمع البلورال رب ده او صوت الاحتكاك ده الفريكشن ده اسمه ايه بلورال رب. والفرق ما بين البلورال رب والبيريكارديال رب هل العيان يكسر نفسه؟ البيريكارديال اللي هو برضه انفلاميشن في البيري والمايوكارديال برضه بيدي لك صوت الرب. والفرق ما بينه وما بين البلورال رب عن طريق الايه؟ بتستوب الايه؟ البريس. لو الفريكشن ستيل موجود يبقى ده بيريكارديال رب او بيريكارديال. لو الفيلر استمر ما لو يبقى قلنا يا جماعه مع الستوب البريس لو استمريت انك تسمع يبقى ده سببه في الكارديال. تمام. علشان تبتدي تعمل ايه ديفرنشال دايجنوستيك. فاحنا بنقول اهوت البلورزي سببه بشكل عام الانفلاميشن والكونديشن وابتدي يحصل رفنس. الانفلاميشن ده هو بيفولف بلورال افيوجن بسبب الاكسيوديت اهو. تبتدي اكسيوديت يعني سوائل يا جماعه سيرم سوائل تبتدي تتجمع في البلورة الساك. لما بتتجمع في البلورة الساك بتعمل البلورزي الانفلاميشن في البرايتر والبلورة الساك وبتبتدي تعمل لك تكون لك الايه؟ البلورة الايه؟ فيوجن
النورة دي اسمه. يبقى البلورسي هي هي اساسا ملاح، يعني دايما البلورسي ملاح يعني موجود باستمرار مع البلورة الموجودة باستمرار بسبب الانفلاميشنز موجود. اللي بقى مع الريزوليوشن البلون الفايبر اللي داون مع الاكسيوديت، يعني الفايبر والاكسيوديت يبتدوا يحصل لهم ديبوزيشن او بلين داون، بيبتدوا يترسبوا يعني بالبلدي كده تمام، ويكونوا لك الادهيزه ما بين الايه التو لاير اوف بلوره. يبقى البلوره البلورز بيتكون ايه بسبب ايه يا جماعه؟ الباثولوجي نتيجة الانفلاميشنز اللي ممكن يحصل لأي سبب في الجسم، سواء نيمونيا سواء كارسينوما، ها يحصل انفلاميشن يبتدي يحصل كونجيشن واكسوديت. وبيبقى فيه طبعا زي ما اتفقنا ان بيبقى فيه ليكوسايتس وبيبقى فيه ماكروفاجز وبيبقى فيه فايبرين. الفايبرين والاكسوديت يبتدي يتجمعوا في البلور انساك ويكون لنا الايه؟ ويسببوا لنا الرفنس اللي هو الخشونه اللي موجوده سواء على البرايتال او فيسرا البلوره تمام، ويكونوا لنا ما يسمى بالبلورز اللي هو انفلاميشن في البرايتال والبلوره نفسها. ونتيجه للانفلاميشن ده بيبتدي يحصل رفنس او انسموسس في السيرفيس، مع الانسبيريشن والاكسبيريشن نبتدي نحس بالايه؟ بهذا الرفنس وهذا الاحتكاك، ويدينا ما يسمى بالبلورا رق اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن تمام. وعرفنا ازاي نفرق ما بينه وما بين البيريكارديا او البيريكارديا رق. ماشي؟ اثناء اسمع رقم لا الاديه ما معنى اديه صح اديه دي سقوط، يعني اديه دي سقوط اللي بتبتدي البص 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 باللورة نفسهم بيقربوا من بعض، وممكن احيانا يبقوا متلاصقين في بعض الاحيان. ما معنى كلمة أديجنز يعني التصرفات تمام؟ اللي هنا هي برضه فكرة الفيبروزس إن هو يعني لا بص يا شباب، يعني كلمة أديجنز بشكل عام بتلاقيها دايما في أي باثولوجي فيه انفلاميشنز، زي مثلا في حالات الاستيفنس. الاستيفنس بيتكون بسبب الأديجنز أساس من يعني تمام؟ وهي دي الفكرة، يعني ما معنى كلمة adhesions يا شباب؟ الكوزس زي ما قلنا يا جماعة، أي viral infection، أي bacterial infection في الجسم، أي viral infection، أي bacterial infection موجود، أي كارسينوما، أي نيمونيا تمام؟ أي autoimmune disease زي الروماتويد أو systemic lupus اللي هي الذئبة الحمراء، دي كلها اسباب ممكن تعمل لنا الايه؟ الانفلاميشن اوف البلورا سان وينتج عنها الايه؟ البلورز. يبقى ده بشكل عام. البلورا فانكشن لازم تصير اللي هي الامبوليزم اللي هي الجلطه اللي هي البلورا اللي هي الجلطه الرئويه بالعربي. السيستميك لوبس ديت دي مرض مناعي زي الروماتويد بالظبط، دي انفلاميشن بين جوينت وفي التيشوز. ازاي الدكتور الرئوي بتعمل بلورس؟ ايه؟ ازاي الدكتور الرئوي بتعمل بلورس؟ اي بص يا جماعه، اي امبوليزم اي امبلس بيبقى حواليها دائره من الانفلاميشن،
اي امبليز اي جلطه في اي مكان بتلاقي كل المنطقه اللي محيطه انفلت. لو واحد عنده على سبيل المثال في لو انتم في السبيدك مثلا والبيشنت سبيد ريش وعنده جلطه مثلا في بينز مثلا زي ما احنا بنسميها في الكاف ماسل مثلا تلاقي الكاف ماسل عامله ازاي محجره انفلت وبوتنس وريدنس بتلاقيها عامله زي البالونه الديفيتيتا. اي بوليس في اي جزء من الجسم بتبقى محيطه بهاله كبيره من الديفيتيتا. تمام. الكليريكال فيتشرز يا شباب اساسي هتلاقي تشيست بين. التشيست بين تمام وبالتالي يحصل كومبريشن على البلورال ساك ويبتدي البيشنت يحس بالايه بالبين. تمام. طبعا وارد ان كمان البين ده هو تحصل له ريفيلر للشلطه. انتوا يا جماعه عارفين طبعا من الاناتومي انا عارفين البلوره من تحت الدايفراج بيبقى ايه عندنا اسمها ايه دايفراجماتيك بلوره دايفراجماتيك ايه بلوره. ولما بيبقى فيه انفلاميشن في البلوره بيبقى في كل الايه البلورال ساك كلها. وعارفين ان الدايفراجم بياخد الانفلاميشن بتاعه من C3 لحد C5 وبالتالي ممكن بتلاقي نتيجه عن طريق البريك نيرف ممكن يحصل ريفيرال للبين للشولدر. يعني البيشنت بيشتكي شيست بين وبيفير للايه للشولدر. خلي بالك لازم تبقى قادر تعمل ديفرنشال دايجنوزس ما بين الشيست بين اللي هو اسمه بلوروزي والشيست بين الناتج عن الايه عن الانجينا اللي هو عن الهارت او الاسكيميك هارت ديزيز. في عندنا ثلاثة شيست بين يا جماعة لازم تبقى صارل على التفرقة ما بينهم. ثلاثة شيست بين الماسكول سكيليتال شيست بين والبلورزي اللي هو شيست بين ديو تو انفلاميشن اوف بلورال ساك والشيست بين ديو تو انجينا او الاسكيميك هارت ديزيز. ده شيست بين وده شيست بين وده شيست بين. اول حاجه من خلال الهيستوري رقم واحد من خلال الهيستوري تعمل ديفرنشال دايجنوز من خلال الهيستوري تقدر تحدد اذا كان البيشنت ده كاردياك بيشنت ولا شيست ديزيز بيشنت ولا ماسكول سكيليتال اذا كان مثلا اتخبط في صدره او اخذ شويه برد. تمام. يبقى من خلال الايه من خلال الهيستوري رقم واحد. رقم اتنين دايما الماسكول سكيليتال بين ما بيتأثرش بالإفورت ما بيتأثرش بالمجهود. يعني دايما الكاردياك بين هتلاقيه مرتبط الكاردياك شيست بين مرتبط بالإفورت هتلاقيه دايما بيزيد مع الايه اللي هو الانجينال بين هتلاقيه دايما بيزيد مع الإفورت.
البلوريتك بين هتلاقيه دايما بيزيد مع الايه مع الانسبيريشن والكف. الماسكولوسكيليتال بين هتلاقيه ملوش علاقه خالص بالايفورت، بالعكس ده هو ممكن تلاقيه بيديكريز مع الايفورت. يعني البيشنت لو عمل مجهود واتحرك يبتدي الايه الماسكولوسكيليتال بين يبتدي يقل نتيجه نشاط الدوره الدمويه. تمام. اما الكاردياك بين اللي هو التشست بين ديو تو اسكيميك هارت ديزيز، ده دايما بين هتلاقيه مرتبط بالمجهود، هتلاقيه دايما يزيد اللي هو الانجينال بين، فتبقى قادر تفرق ما بين التشست بين ديو تو ماسكول سكيليتال او التشست بين ديو تو انفلاميشن اوف بلورال ساك او التشست بين ديو تو ايه اسكيميك هارت ديزيز او اللي هو ايه الانجينال بين. تمام. فكل حاجة بنبتدي نفهمها من خلال الهيستوري ومن خلال الحاجات البسيطة زي الانسبيريشن والكف بالروتيك بين. الايفورت دايما هتلاقيه انجينال او كاردياك بين. ماشي يا شباب. الماسكول سكيليتال بين ده هتلاقيه حاجة بسيطة جدا، وهتلاقي البيشنت ما عندوش اي هيستوري لشيست ديزيز او كاردياك ديزيز. الحاجات الكلينيكال دي يا جماعه بس ما هي حاجات مهمه. ما احنا بنقول هم الثلاثه الاساس، هم دول الحاجات اللي هو انت عملت تست دي يا اما كارديو دي سب حاجه كارديولوجي، يا اما حاجه في اللنج، يا اما حاجه في الثوراس الكيدي. تمام. هم دول الثلاث حاجات اللي ممكن الكومن يسببوا تست. تمام. ده يا جماعه الواد الكرينيك ليف هو في الاوريجن بتاعه من سي 3 لحد سي 5، وعندك الرايت والليفت كرينيك ليف ونازلين تحت اهو لحد الايه لحد ما يبدا الفيجن الايه للدايفراج. عشان كده دايما ممكن تلاقي الدايفراجيشن اللي هو عنده بلوروسي ممكن تبقى عنده ريفيرال اللي هي الشولدر عن طريق الايه الفيرد بيل من الايه من الكرينيك. البلورا الرابع يا شباب اهو زي ما احنا قلنا، وازاي تعمل ديفرنشيشن ما بين البيريكارديال راب والبلورا الراب والناب. هتلاقي فيه كف موجوده بسبب الانفكشن، لانه اساسا البلورس حصل نتيجه الانفكشن، فهتلاقي فيه كف موجود. الراديوجراف التفراج هتلاقيه ريست شويه على الافكتد سايد. ليه؟ في انفلاميشن. طالما في بلوروزي غالبا هتلاقي في بلورال فيوجن، يبقى هتلاقي دايما الدافراج ريست من ناحيه الايه من ناحيه الافكتد سايد. وممكن تلاقي شويه رفنس كده، يعني ده هتلاقي بلورال ساك مش هتلاقيه يعني ايه سموث، هتلاقي ممكن تلاقي شويه رفنس خفيف زي كده. شايفين هنا مثلا يا جماعه، هنا الدايفراجم هنا ريزد هنا في الجنب ده من الناحيه الشمال دي، هتلاقي فيه الدايفراجم هنا ريزد شويه، وممكن تلاقي شويه رفنس كده خفيفه ان سموثنس. طبعا الحاجات دي هتتعرفها في الراديولوجي بشكل افضل. ايه؟ سوري صح يا شباب، معلش. الريس ده هتلاقيه في الرايت سايد، انا اسف ما خدتش بالي. فعلا لان هو ماسكها في ايده فعلا صح. فتلاقي فيه الدايفراجم على الرايت سايد هتلاقيه شويه ريس. الفيز ثيرابي يا شباب، احنا قلنا البلورز يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في الفيزرال والبرايتال بلورا. تمام؟ فهو الفيز ثيرابي بتاعك هو نفس، ما يختلفش كتير عن لانك بتتعامل معاه زي بالظبط زي حاله نمونيا او بلورال انفلوجن. فانت هيبقى هدفك ان انت تري اكسبال للشيست، عايز تقلل الادجيجنز عن طريق ايه؟ عن طريق الشيست اكسبانشن يا جماعه، هتقلل الادجيجنز، وعايز تعمل موبيلتي في الثوراسيك او في الثوركس. دي الاهداف بتاعتك.
بتعمل ثوراسك اكسبانشن عن طريق البريسنج بانواعه سواء سيجمنتال او دافراجماتيك او ديب بريث اهو. بتعمل شيست موبيليتي اكسرسايز تو انكريز الموبيليتي اوف ثوراسك كيل من خلال السيتنج او البندنج. هديكم صوره بس احنا في سيكشن كامل تطبيق ان شاء الله اكسرسايز تو موبيلايزنج شيست. في مجموعه تمارين سواء اللي احنا بنعمل كونكشن مع الديب بريس زي ما احنا شرحنا في المحاضره اللي فاتت اللي هو البوزيشن ده ان انت مع ليننج فورورد بتعمل ديب انسبيريشن مع ليننج فورورد وبتعمل اكسبيريشن وانت بتريتيرن تاني للنورمال بوزيشن. دي تمارين موبيليتي مع البريسنج. وفي تمارين موبيليتي بس انك ازاي تعمل ستريتش من الثوراسيك كيج سواء الابر واللور. طريقه مجموعه تمارين ان شاء الله هنفهمها بالتفصيل. وهي خلي بالك الشيست موبيليتي دايما حاضره وموجوده معاك باستمرار في بالذات في حالات اللي هي الستريت اوف لانج ديزيز، لان هدف اساسي من الاهداف بتاعتي ان انا ازود الشيست موبيليتي. فالاكسرسايز تو موبيلايز الشيست دي كاتيجوري مهمه جدا بعد الديب بريثنج على طول وبعد الاير واي كليرنس. يعني احنا بنعمل ديب بريثنج بكل انواعه علشان نعمل لارج انتليشن، بنعمل اير واي كليرنس اكسرسايز عشان السبيوتم، بعد كده لازم نعمل بوزيشن ونعمل اكسرسايز تو موبيلايز الشيست تمام. وبعد كده رقم اربعه نبتدي نعمل الاكسرسايز تو انكريز الايه الفيتنس او الايروبيك اكسرسايز. يبقى هي أربع أو خمس تمارين معروفين لازم نبقى عارفينهم بكل تفاصيلهم في حالات الريستريكتف لانج ديزيز بشكل عام تمام؟ إحنا كده خدنا خلصنا كده هنقف لحد كده يا جماعة مش هنكمل إن شاء الله. إحنا خدنا كده